السلام عليكم خوتي، تحياتي لكل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على موضوع اليوم، حبيت أن نبارك الفوز المهم لملاحة حسين داي من النهد، اللي فاز على نادي الأنغولي هدفين لهدف، ومزيد إن شاء الله من الانتصارات ومن النتائج الإيجابية. ما ننساش أيضا نادي شبيبة الصورة، نادي المفاجأة اللي حقق تعادل بطعم الفوز خارج الديار مع نادي كبير هو فيتا كلوب الكونغولي. ألف مبروك لهذا التعادل، وإن شاء الله مزيد من الانتصارات، ولما لا التأهل، يعني مش حاجة صعبة. نقطة إيجابية، نقطة تعادل نقطة إيجابية. موضوع اليوم خوتي، بعد لغط الإسران باش نوضحوا الأمور، خرج نائب الأمين العام للفيفا بوبان بعد المؤتمر اللي داروه الجمعية الصحفيين، الجمعية الدولية للصحفيين الرياضيين، خرج بوبان وقال بلي راه كاينه امور اللي عاد تغير، وكاينه امور تنظيميه اللي عاد تتغير، ومن بينها خاصه تاهيل اللاعبين اصحاب الجنسيه المزدوجه ولا البيناسيونو كما يقولوا لهم. كاين امور عاد تغير لي من بين هذه الامور، كما ذكرت موضوع الحساس وموضوع اللي يخص الجزائر بصفه خاصه، الجزائر والدول الافريقيه ولا حتى العالم كامل، بس اخص حنا يخصنا هو موضوع البيناسيون. ثم تتذكروا خوتي كاس افريقيا، كاس افريقيا اللي داروها في تونس 2004، احنا اللي لعبنا مع المنتخب المغربي الربع نهائي، من بعد قصينا من الربع النهائي. بعد 2004 اين هي الكره الجزائريه ولا اين هو المنتخب الوطني؟ ما كانش. 2006 ما كانش، 2008 ما كانش، دخلنا في دوامه. 2006 ما شاركناش كاس افريقيا اللي درناها في اللي داروها في مصر، و2008 ما شاركناش كاس افريقيا بعد اقصائنا ايضا مع المنتخب الغيني. 2006 خسرنا مع الغابون في 5 جوي 3-0، و2008 خسرنا مع غينيا الله اعلم هدفين بصفر، كان المدرب كافالي. و2008 كانت الاتحاديه الله اعلم اتحاديه بقياده حداج. 2006 و2008 روروها استقال بعد كاس افريقيا، باش ما تكونش معلومات خاطئه فيها. المعلومات اللي عندي 2004 الله اعلم خرجنا من الربع النهائي ضد المنتخب المغربي، من بعدها ما تأهلناش لكأس افريقيا في مصر، ما تأهلناش كأس افريقيا في غانا. في مصر 2006 تصفيات خسرنا مع غابون 3-0، و2008 خسرنا مع غينيا هدفين لصفر. دخلنا في دوامة لما جاء رئيس الاتحادية حداج. انا مانيش نقولكم حداج مش مصير مليح ولا، وانما السياسة اللي كان يتبعها الحاج روروا ما تبعوهاش اللي بعد. ظهر لنا بعد هالحاج محمد روروا عرف باللي ما كانش بديل الا للاعب المحترف ولا اللاعب المغترب، هو الحل، لانه بتكوين وتكوين صحيح على قاعده. بدا في الطرح هو اللي فرض على الفيفا القانون نتاع الباهاماس، يعني كيف نقولوا قانون الباهاماس من اختراع، مش الناس تفهمني، من اختراع الحاج محمد روروا. فرض على الفيفا، فرض المنطق نتاعو على الفيفا والاتحاد الدولي سنة 2009 باش اللاعبين اللي عندهم اكثر من جنسية يقدروا يلعبوا في المنتخب، منتخب معين، قال المنتخب الجزائري ولا المنتخب المغربي، بشرط عدم اللعب في منتخب الاخر في صنف الاكابر في السينيور، يعني ما يكونش لعب في السينيور. هذا القانون اللي قلت لي دار روروا، الناس اللي ما هذه حقيقه، احنا دوك ما تقدرش تقول لي تشيت، نشيت في امور اخرى ممكن تسمونا شيتين روروا، هذه انا باش نبين قوسين، اما واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يسويش ربعه، واحد زائد واحد ما يسويش ربعه يساوي اثنين، هذا ما قلتهاش انا وما جبتهاش من راسي، ما تسماش شيتا. روروا هو اللي تبنى مشروع ولا قانون نتاع الباهاماس تاع البيناسيونو، ما قلتوش انا وما درتوش انا، باش ما تقولوش شيتا.
اللي زاتشي ما قدرش يدير مشروع ولا قانون في وسط الاتحادية نتاعو، في داخل الاتحادية ما قدرش يبعث بريع ملف، ما قدرش يراسل الكاف في ملف باش تقولوا انتوما زاتشي احسن من راو راو. اصلا كلمة المقارنة حرام، حرام بين تقارن بين واحد هنا معلم وواحد يبيع في لي جوار نتاعو، يعني حرام باش تقول هذا رئيس اتحادية خير من هذا، المقارنة ما تجوزش، حرام المقارنة. المهم باش هذه للتاريخ ويعرفها العام الخاص، اللي يحب يكره راهو راهو ما امور شخصية ديك هو حر، انا هضرو كعمل وكسياسة ما تدخلهاش هذه الشيء. قلت لكم واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما فيها لا فلسفة لا ولو، عادي هو اللي اخترع القانون، هو اللي اشرف على القانون هذا نتاع الباهاماس تاع اللاعبين المجنسين واللي عندهم اكثر من جنسيه بيناسيونو كما يحبوا يسموهم صحافه الكاسكروت. معني بعد ما جاب دار القانون هذا في 2009 صدقت عليه فيفا، وتم قلت لكم اللاعب اللي عنده اكثر من جنسيه بشرط ما يلعبش في الاكابر في السنيور استفادت الجزائر من هذا القانون. من بين هذه الاستفادة جاء مغني، جاء يبدا، جاء بالحاج، جاء العديد من اللاعبين، جاء بعدها الحسن، بعدها العديد من اللاعبين إلى غاية الآن. نزيدكم معلومة هذه للتاريخ باللي روا روا هو الوحيد اللي جاب هذا بيناسيونو كامل إلى غاية الآن. والناس جابوا روا روا، بن ناصر جابوا روا روا، غلام روا روا، إبراهيمي روا روا، محرز روا روا، مبولحي راو راوا، بودبوز راو راوا، ماندي راو راوا، والعديد والعمام حتى مام حتى داخل في المشروع نتاع راو راوا لو بقى عوار عوار، من بعد بعض اللاعبين الشباب داخلين في القائمة اللي كان موجودها راو راوا، مام حتى اتصالات تصل بالعائلة اللاعب، لكن للأسف راو راوا ما كملش. ما علينا الآن زدتي واش دار بعد ما تسلم مقاليد الحكم ولا تسلم مقاليد دير ابراهيم الاتحاديه. لو تتذكروا اول ما الخطوه دارها زدتي واش هي، ناس اللي تشفى رجعوا بالذاكره، جاب لكم بلاكار، جاب بلاكار وجابوا باش يقدم له المشروع نتاعو اللي هو تنحي بيناسيونو كامل، تنحي بيناسيونو كامل ما تجيبهمش، لانه بلاكار تعرفوا قضيه الكوطا وقضيه اللاعبين المزدوج الجنسيه، وما يحبش هو يحب اللي يجيب اللاعبين الفرنسيين قد قد. بلاكار قضيته واضحه، ما عنده فضيحه تاع الكوطا تاع اللاعبين المزدوج الجنسيه، ما لا قدم لهم بلاكار المشروع. لما شكون اللي وكذا هذا محروق هذا في الصحافه وفي الاعلام، المفروض الدوله الجزائريه تمنع باش يدخل هذا الشخص، بصح زدش كي جا جابه. وشكون اللي خلاه معاه؟ خلاه معاه ماجر، وماجر تعرفوها يعرفها العام والخاص، ماجر ما تجيبلوش البيناسيونو، الا جبتو البيناسيونو ما يقعدش معاك، شرط اساسي لازم ما تجيبش البيناسيونو خاطر عنده عقده منه. ماجر كان قاعد مع بلاكار وزاتشي قدم له، بلاكار قدم مشروع زاتشي، يعني باش تعرفوا باللي هذا الاتحاديه فرحانه وعندها شرف كبير وعندها امل كبير كنت ترفض الفيفا قانون الباهاماس، لانهم هذم الناس ما حبوش يمشوا على الطريق اللي كان سابق، ولا حتى يحسنوا، ما نقولوش يمشوا على نفس الطريق، يحسنوا. من اللي جاوا الاتحاديه هذه، من اللي جات زرشي وجماعته، ما جابوش ولا لاعب محترف ولا لاعب مغترب. الشيء العمل اللي يدير فيه راه بالماضي، ماناجير مدرب رئيس اتحاديه، ماناجير مدرب رئيس اتحاديه، هذا بالماضي يقنع في اللاعبين، يجيب اللاعبين، يقدم البرامج، يريقل لهم الامور نتاعهم الاداريه، يعني هي خدمه الاتحاديه. المناجر مناجر ما كانش ورئيس الاتحاديه ما كانش، يخدموا بمشروع بلاكار. الان المغرب هذه باش اللي يبقى، المغرب راهي تعمل في خطوات جباره، لقجع راهو ماهوش طالب لجان، لجان اللي عندهم اي 15 والاي 17 والاي 19 في كل المنتخبات المغربيه جابهم استقطبهم، لانه عارف لو يتلغى قانون الباهاماس راه يضر المغرب ايضا، مش يضر الجزائر، يضر المغرب. ما راهوش داير لقجع، بدا يستقطب في اللاعبين الشباب عنده 17 16 15، روحوا شوفوا ليكيبات المنتخبات الوطنيه تاع المغرب
98% مغتربين ومن انديه اوروبيه، اللي في البرصة، اللي في اتلتيكو بلباو، واللي في سوسيداد، اللي في اجاكس، اللي في الكامار، اللي في فرنسا، بطولات فرنسيه ايطاليه الالمانيه. جيب كامل اللاعبين، الخزان كامل جيب. احتياطات، احتياطات لو يلغى قانون الباهاماس، اذا نلقى البديل، نلقى عندي 70 80 100 200 لاعب تحت التصرف نتاعي، من على 5 سنين 6 نستعملها ونبقى في مكون. علاش نكون انا في الجزائر ولا في المغرب نكون؟ بصح نوجد على الاقل نلقى. بصح الاتحاديه نتاعنا روحوا شوفوا الاي 15 الاي 17 الاي 19 كامل 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 كامل، الاي 15 الاي 17 الاي 20 الاي 19 كامل، تلقاو 9 تاع بارادو، 7 تاع اليسمع، 6 تاع النهد، وهي رايحه وش ربعة ولا ثلاثة تاع شلف. ليكيبات كامل كيما هاك، وين من لي بيناسيونول هذاك ما عندهمش الحق باش يلعبوا في المنتخب الوطني، ما عندهمش، ممنوعين. علاه ممنوعين؟ خاطر الاتحادية ما تبغيهمش. جاء لو نقولها لكم، لو ما كانش بالماضي مدرب ولا لاعب يجي، نبقى نفس الحكايه تاع ما تاع ماشر، نفس الحكايه نفس القصه. اذا خاوتي القانون هذا يخدم بالاخص زطشي، وزطشي فرحان ولقجع غضبان، لان لقجع يخمم على بلاده ويخمم على مستقبل الاتحاديه نتاعو اللي هي الجامعه الملكيه المغربيه. اما زطشي والله ما لا بالو بواحد، زطشي يخدم المشروع، طلع لي جوار بارادو ليكيب ناسيونال، تقطع السومه نتاعهم بيهم، دخل اموال بارادو، هذا هو المشروع. لا اتحاديه لا سي بن زكري. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.